بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خبر حلو لكل طلاب الجامعات والمعاهد المكملين بالدور الثاني. قررت وزارة التعليم منح دور ثالث لطلاب الجامعات المكملين في 3 دروس فقط، يعني الطالب مكمل بدرس درسين 3 يحق له يمتحن دور ثالث. طبعا لحد الآن ما محددين وقت للدور الثالث، طبعا بسبب أحوال العراق، وخاصة إحنا حاليا بأحوال حرجة، فتقريبا الأسبوع الجاي أو بعده هم يحددون موعد الزمني لمنح الدور الثالث. طبعا ما أدري، يعني الطلاب الطب العام هم لها سما يمتحنون دور ثاني، مثل ما تعرفون طبية مرحلة سادسة ما يمتحنون الدور الثاني إلا بشهر 12 عكس باقي الجامعات. المادة اللي يرسب بيها هو بالمرحلة السادسة لازم يداوم بالمستشفى يعوضها ما يقارب 6 شهور أو أقل بشوية إلا يمتحن، فهم مشمولين بالدور الثالث أو لا ما أعرف. طبعا هسه وقت تنزل من وزارة التعليمات وندي. شكرا واتمنى النجاح والموفقية للجميع، وخاصة ان هذا فرصة لكل طالب ما حالف الحظ بالامتحان الدور الاول والثاني ينجح ويعبر هاي المرحلة.